اذا متابعينا الكرام، متابعي ومتابعات قناه سافي جود، اذا هي فرحه في جميع ربوع المملكه المغربيه بعد فوز اسود الاطلس. التاريخ يكتب متابعينا الكرام. متابعينا الكرام، هي فرحة جنونية من هنا من حاضرة المحيط من مدينة أسفي. مبروك وألف مبروك متابعينا الكرام لفوز الأسود، لفوز أسود الأطلس. التاريخ يكتب من دماء حمراء متابعينا الكرام. إذن هي فرحة من هنا واحتفالات بالشهوب الاصطناعية وسط تعزيزات أمنية. الاحتفالات متواصلة هنا في جميع ربوع المملكة المغربية. إذن الاحتفالات ما زالت أو لا زالت مستمرة هنا بحضرة المحيط بمدينة أسفي. التاريخ يكتب بدماء حمراء متابعينا الكرام. ما حققه أسود الأطلس يكتبه التاريخ متابعينا الأعزاء. فوز المنتخب المغربي سيذكره التاريخ، أول منتخب عربي كيوصل متابعينا الكرام للنصف نهائي مونديال قطر 2022. لأن فوز مستحق لأسود الأطلس.
متابعينا الكرام، هي اجواء عائليه، اجواء اكثر من رائعه، هي اجواء احتفاليه. اذا دائما كنذكروا جميع الساده المشاهدين ومشاهدي مشاهدات قناه سافي جود على اننا على المباشر من هنا من مدينه سافي، وبالضبط من كورنيش سيدي بوزيد. الاحتفالات لا زالت مستمره هنا بالمدينه بعد الفوز ديال اسود الاطلس. متابعينا الكرام، هو فوز مستحق، هو فوز سيكتبه التاريخ، اول منتخب عربي كيوصل لمرحلة نصف النهائي بمونديال قطر 2022. اذا هو فوز مستحق لاسود الاطلس على اصدقاء كريستيانو رونالدو، اللاعب الذي لطالما ادهشنا بلعبه، اللاعب الذي لطالما ادهش الجميع بادائه المتميز. إذن هي أجواء أكثر من رائعة متتبعين الأوفياء، متتبعين قناة صافي جود. إذن وسط تعزيزات أمنية كبيرة، وسط تواجد ديال المصالح الأمنية ورجال الأمن الوطني، هكذا هي الاحتفالات هنا بحضرة المحيط، هكذا هي الاحتفالات هنا بمدينة أسفي. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy,